هذه المقدمة مشان ايش؟ فلما قضينا عليه الموت، اول شيء الدليل الان، ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من سأته. الدابة، دابة الارض تأكل من سأته. طب هو اصلا لما كان يمر الكل يرتعد، ادخلوا مساكنكم، اجا سليمان، معناته الطاقة اللي موجودة في العصا او مش هيك معاه يستشعرها كل كائن. ولكن لما يبدا كائن من هذه كائنات الارض ياكل بالعصا، ايش المعنى؟ خلاص مفيش طاقه، الطاقه الموجوده مش موجوده. طب وهو مرتبط بحياته، لانه قال لا ينبغي لاحد من بعدي. اذا طالما هو موجود معناته العلاقة بينه وبين العصا المنسأة موجودة. الدب أول ما تنبه الدب إنه الطاقة ذهبة ما فيش. وأصلا فينا الواحد لما يموت شو بصير؟ بتتلاحظوا تجرد من الروح، يا سبحان الله، بيختلف كله تمام، بيختلف تمام، مسحوب منه كل شيء، مسحوب منه خشبة مش هيك؟ بتشوفوش الأموات انسحب منه السر، بتروح النضارة وبروح الكذا وبروح بروح. إذن معناته هذه الدابة اللي كانت تستشعر لما بمر طاقة سليمان وما معاه، الآن إيش الدابة؟ مش بالضرورة النملة يعني، المهم دابة أرض اللي كانت تستشعر مجيئه وادخلوا مساكنكم في الأرض، يعني أدركت إيش؟ إنه هذه عصا عادية، وحتى مش مدرك أنها عصا سليمان لأنه ما فيش فيها المعطى. انتبهتوا كيف؟ هي عادة تأكل خشب، عم تأكل هاي. اللي شاف دابة، إذن الآن سليمان ملوش علاقة بيرتكزش. المؤشر على إنه ميت عصاته، وإذا والعصا على فكرة قديما خصوصا في الملوك والتفاصيل هاي كلها عبر التاريخ في الآثار كثير فيه بتكون طريقة صناعتها والرموز اللي عليها والتفاصيل هاي كلها بالعصا. وهي عصا سليمان وتعتدي عليها دابة الأرض، معناته ايش؟ معناته فيش سليمان، معناته فيش سليمان. هذا أول دليل على ايش؟ لاحظ، ما دلهم على موته إلا، حتى لاحظوا هالحصر بهالطريقة هاي، ما دلهم على موته إلا، فيش أي مؤشر دل على إنه ميت إلا دابة الأرض بتأكل العصا. دابة الأرض بتأكل العصا معناته سليمان مش موجود، لأنه أصلا سليمان لما كان يمر الكل ينضب هو مع العصاي. وصلت الرسالة إن شاء الله؟ إذا منته العصاي مالها؟ رجعت عصاي، زي عصا موسى لما قال له وما تلك بيمينك، عصاي، بس العصاي بعدين ما عادتش العصاي. وهون برضو العصاي ما عادتش العصاي، وهالدابة بتاكل خشب واكلت بتاكل في العصاي قاعده، اذا ميت. مش بالضروره يكون موجود عند العصا. الان وضعيه العصا وين؟ يفرضوا هالعصا كان لما يقول للجن اشتغلوا يوضعها قبل ما قتلهم، يعني وانت لعد ما شاء هو انه يرفع. فبالتالي استدلوا سواء كان الجن او البشر من خلال اعتداء الدب على العصا، اذا لم تعود العصا معناته ميت. هذا لحد الان ايش؟ استدلال. اذا كان اهله وقرايبه، طب وقديش له ميت على فكرة؟ اللي مثله ومثل داود عليه السلام احيانا كان يختلي. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل النبوة كان يختلي شهر كامل، قبل النبوة. والخلوة في حد ذاتها هي كان من مناهج الانبياء، الخلوة يجهز حاله ويختلي. قديش يختلي؟ معتادين عليه مثلا في ايام معينة او في اسبوع او في تفاصيل،
خصوصا قديما هذه المسائل العبادات كانت بالنسبة لهم في تشديد. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، كان في تكاليف شاقة كثير. ثم لما يكون هو متعبد فوق البشر كلها، سليمان عليه السلام من قبل داود، إذا ممكن يكون في خلوته، في خلوته كيف جلسته الآن؟ أكيد هو مش نايم، لأنه كلمة خرب تعني واحد من ثنتين، يا واقف يا جالس، لأنه الخر لازم يكون من فوق بشد بشد مع صوت مع صوت. الآن من العصا استدل إنه ميت، معناته الآن شو راح يعملوا بالذات أهله؟ يعني بدهم يقتحموا عليه خلوته. لما يقتحموا عليه خلوته، لاحظوا الآن، أول ما بدهم يبادروا إيش في الكلام، ما فيش تجاوب، بدهم إيش يحاولوا يحركوا، بخر بين إيديهم، خصوصا إذا إيش إذا ابن أو كذا، يابا ما هي شغلة واقفة على إيش، فخر. إذن ليس بالضرورة لما بده يخر إنه نربط يعني بين العصا وكونه خر، لا، الأول ما دلهم، الأول دليل على موته، طالما في اعتداء من قبل الحشرة خلاص شو هي الأرادة الآن. طيب هو وين؟ معروف مثلا في خلوته، ادخل وإذا به يخر. كيف حركوه فخر؟ انتبهت كيف؟ ندريش، بجوز زوجته، بجوز ابنه، انتبهتوا كيف؟ فخر. طيب لحظة، فلما خر الجن، انكشفت الجن، تبينت الجن، انكشفت الجن. أب شو يعني انكشفوا؟ انكشفت حقيقة الجن في هذه الحادثة، وكأن حتى يضع بصمته أيضا إنه الجن اللي كانوا مسخرين إلي هايو، الإنسان فوقهم ومسخرين للإنسان، لحظة، ومسخرين للإنسان وبيعلموش الغيب. تبينت الناس، يعني تبينت الجن للناس إنهم لو كانوا بيعلموا بالغيب ما لبثوا. ليش ما قلناش تبينت الجن إنه الجن هم اللي تبينوا؟ لأنه الجن أول من يعلم إنهم بيعلموش الغيب. الجن مش مستنيين مثل هذه الحادثة، كل واحد بيعرف قدراته، حتى المشعوذ اللي بيكذب على الناس أول من يعرف إنه بيعلمش الغيب. فالجن بتعلم إنها بتعرفش الغيب، ومن هون مش صحيح تبينت الجن إنهم الجن تبينوا إنهم هم بيعرفوش الغيب، لا يكون مش عارفين إنهم بيعرفوش الغيب، لا. فلما خر تبينت الجن، شو يعني تبين؟ كانوا يعلمون الغائب ما لبثوا في العذاب المهين. طيب كنت منشوف شو العذاب المهين ان شاء الله، مش زي ما قلنا. وبتفسرها ايش القراءة الثانية؟ اني قراءة ثانية اللي قرأها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما خر تبينت الجن. ايش تبينت؟ ان لو كانوا يعلمون الغائب ما لبثوا في العذاب المهين. الناس انكشف لها حقيقة الجن، بيعلموش الغيب. بالعكس المسألة بتبان من خلال جرأة الأرض على العصا، لأنه مش معتقد العصا كانت تخوف الكل، هل كيف بجرأوا عليها؟ ثم على ما يبدو ارتباط عمره بالعصاي هاي نفسها، لا ينبغي لأحد من بعدي، وسخرت له الريح والشياطين. لاحظوا اللي سخرت له ايش؟ الشياطين. اذا اللي كانت مسخرة مش اي جن، الشياطين. لحظة، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي انك انت الوهاب. لحظة، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث اصاب. ويبدو الريح كان برضو في التأخير والتقديم، في التأخير والتقديم، والجيوش الجيوش الإنس والجن وغيره تأخير وتقديم. لحظة، سليمان
اللي بيمثل أوج الملك البشري اللي الله سبحانه وتعالى أعطاه للبشر. لاحظوا الريحة تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين. هنا قال ومن الجن، إذن الأنم جن، الشياطين والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. معناته كانت من الشياطين بالذات انه تم تسخيرهم لمين؟ للإنس. وتصوروا لما يكون شيطان جني كائن معربد مع جماعته يتسخر للإنس ويشتغل، إذلال ولا مش إذلال؟ لا يكون عند قرايبك مارد ولا ما هو أفهمها على ما يبدو فيها إنه هذا اللي كان شيطان ومتمرد في قومه الجن سخر لسليمان. فيها أكثر من هيك إذلال؟ فيها أنفه في التراب. هذا هو العذاب المهين على فكرة، لأنهم ما كانوا مصدقين وين تيموت، لأنه بموته تحررنا، لأنه هو أصلا لا ينبغي لأحد من بعدي، خلصنا. لذلك أول قضية جرأت الدابة معناته ميت كنه. شوفوه خر معناته انت. الناس تبينت انه الجن بيعرفوش، والجن طبعا تحرر وقتها من فلما خر تبينت الجن، انكشفت ان لو كانوا يعلمون الغيب اصلا ما بيستنوا دقيقة في هالإذلال اللي كانوا فيه. اذا اللي كاينين فيه شو هو؟ إذلال. طب ليش عم بيذل؟ شياطين. شياطين على مين؟ على جماعتهم. ولذلك جماعتهم لذلك جابهم على جماعتنا. وآخرين مقرنين في الأصفاد. عقوبات. ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. الملائكة جاهزة جاهزة، أي واحد فيهم بلف وبدور على طول بكمشوا. أيوة. لأنه تسخير رباني، تسخير مش بس الشياطين، إنس وجن، الشياطين الجن والطير كمان، فهم يوزعون. فعلى ما يبدو هي منسأة أو منسأة، عفوا منسأة بالكسر الميم، لأنها لاحظها لها علاقة أولا باستخداماتها هو في التقديم والتأخير بشكل والأوامر وحتى الريح والتسيير، ثم ارتباطها بأجله وارتباط أجله فيها، ارتباطها بأجله وارتباط أجله فيها. وذلك كيف تستدل على أنه مات وانتهى أجله؟ بأكل منسأته. لما أكلت المنسأة معناته انتهى. شو معنى؟ معناته في ارتباط بين أجله. انت بقى هرجعنا لقضية الأجل، النسأة بشيك كاين مرتبط ومعلوم أنه في ارتباط بين، يعني انتوا تتصوروا انتوا عصات موسى لو حد وين بقيت ما ندري، لكن هون واضح بالآيات، واضح انه بقت العصا بفعاليتها لحد ما مات. فكان موته وذهاب سلطة العصا مع بعض، فهي منسأته، او قصدي منسأته. دابة الارض تأكل منسأته او منساته، منساته. اذا بهذا الشكل، لانه بدناش نخليكم، باخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.